بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة وذلك بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لولاية رئاسية ثانية. وأعرب جلالته في البرقية عن خالص التهاني متمنيا لفخامته كل التوفيق والسداد في القيام بمهام عمله الرئاسي. لتحقيق طموحات وتطلعات الشعب الفرنسي الصديق في تحقيق المزيد من التقدم والتطور والازدهار كما اكد جلالته حرص مملكه البحرين على تنميه وتطوير العلاقات الثنائيه الوطيده بين مملكه البحرين والجمهوريه الفرنسيه الصديقه على كافه الاصعده والمستويات بما يحقق مصالحهما المشتركه ويعود بالخير والنفع على شعبيهما الصديقين